بعد التوقف الطويل بسبب المشاركة المشرفة لمنتخبنا الوطني في كأس آسيا 2023. اليوم نرجع لكم بصدى الجماهير من القمة المؤجلة لمواجهة الأسبوع الخامس لدوري المحترفين لكرة القدم. الحسين إربد المتصدر ب 28 نقطة يستقبل الوحدات الثانية ترتيب ب 23 نقطة. المباراة تحمل الكثير في طياتها خصوصا داخل المدرجات. ابقوا معنا. السلام إلى الجهة اليسرى، خطيرة وحدة هنا للحسين محبوب. جماهير الحسين سعادة لا توصف، فريقها متصدر ومتقدم على مطارد المباشر الوحدات بهدف نظيف. رايك بالحسين إربد؟ حسين إربد مميز السنة كثير، يعني للغاية، كلهم نجوم، يعني نجوم المنتخب من حسين إربد. محمود مرضي على طريقة آسيا اليوم، على طريقة ماليزيا. والله إنه مرتب. في فرق بين الحسين جواو موتا وجمال محمود؟ والله أداء اللاعبين كثير ممتاز بغض النظر عن المدرب، بس نأمل أن المدرب الجديد يكون يعني يعطي تعليمات أفضل للاعبين. ذاك في مباراة الفيصلي بعمان شو قلت لك؟ قلت لك لا تفرح يا عمان، كأس الدوري سيعود للشمال. وبحب أقول لك شغلة واحدة، فريقنا أبطال، لو ما أخذناش الدوري إحنا فخورين فيهم. ويا وحدات زمانك راح، والحسين إربد الملكي كله أفراح. الدوري على الدوار لازل في جسر نعيمة. على الدوار قرب الدوار إن شاء الله. إن شاء الله بحكوا على الدوار، مش مبكر الكلام هذا. هسه هو في يعني زي ما تقول بوادر خير، بس إن شاء الله الحسين مسيطر على الملعب من بداية المباراة و 25 دقيقة. مش من قليل عموته ياخذ مرضي على المنتخب، أهداف أوروبية عندنا. شوف اليوم جمهور الحسين رفع صور حمزة. حمزة هذا أقل شيء بنقدمه لحمزة، البطل كابتن، بطل كابتن حمزة، كابتن النادي وكابتن المنتخب حمزة. هدف التاريخي للمنتخب هذا. هو هدف مرضي كان مش طبيعي. والله الان بيلعبوا قاعدين بخطه دفاعيه، وللاسف يعني المفروض يهاجموا مع انه العدد 1-0، بس يعني المفروض انهم يضغطوا. تشوف تغير شيء ما بين موتا وجمال محمود؟ اللعب صار دفاعي بشوفه مع جمال محمود. شو العائله كلها متحمسه اليوم؟ والله العائله كلياتها موجوده معانا عشان مباراه الحسين والوحدات. رايك بالحسين الان؟ والله الحسين مبدعين ما شاء الله عليهم، يعني انا جديد جاي من السفر
ومبسوط جدا من اللعب اللي بيلعبوه قاعد. ما شاء الله ما شاء الله عليهم، الله يوفقهم يا رب. شوفي خير والله، متفرج على المستوى صراحة، مستوى الحسين اليوم مش هذا فريق الحسين اللي بنعرفه، مش مع جمال محمود، مش بعد مش ماخذ عليه اليوم اول مباراة لجمال محمود، اول مباراة بس اذا بيظل هيك الوضع الصراحة الحسين اليوم مش زي الحسين اللي بنعرفه. هاي رايك بها الكرة؟ احنا من متى الفريق الحسين بيلعب طابات طويلة؟ من متى؟ هاي جول ولا لا؟ والله ان شاء الله عبد الله نصيب. قول ولا لا؟ ان شاء الله هدف عبد الله نصيب باذن الله. قول يا رب يا الله. ضاعت ضاعت. يلا والله اللعبه جميله جدا والاداء حلو، لكن ارضيه الملعب اعتقد انها مش مساعده، بس الحمد لله المباراه جميله واللعب كويس ورايق اللعبه، يعني ما في فيها مشاكل. جاي مع والدك تشجع نادي الحسين اربد؟ رايك بأداء الحسين اربد؟ كثير حلو لعبهم وان شاء الله يفوزوا، وتحيه للوحدات بضلهم اخواننا. شو شعورك لما جاء الهدف؟ حلو ان شاء الله يفوزوا، بجنن صراحه، وان شاء الله الفوز لنا يعني، وكثير شعور حلو لما جاب الجول، كثير كثير حلو، وان شاء الله الثاني. الباية لما كان مع المنتخب كان أهدى من هيك، لسه هسه حاليا تغيرت الأمور. رأيك بدال حسين ربيع؟ أول شيء إن شاء الله تكون مباراة لك باسم الفريقين المتصدر والوصيف إن شاء الله، وتكون مباراة مميزة بيناتهم بسمعة الكرة الأردنية. والله هدف عالمي مرضي، وإن شاء الله اليوم غير صدارة حسينية، ومن اليوم غير حسم الدوري بإذن الله. والله إحنا من متشوقين لبطولة لأربد، لكن ما بتعرف المفاجآت إذا في شيء مخبى، لكن إن شاء الله ما يكون في أي شيء ويظل ماشي على المسير هذا، وناخذ الدوري لاول مره لنادي الحسين. وشوف بالاخر احنا مش بس حسين وحدات، احنا بدنا بالاخر هذا الحكي كله ينعكس على منتخبنا، ونظلنا احنا زي ما احنا، يا اما بنزيد يا اما عدم المؤاخذه نحافظ على مكاننا، نوصل لكاس العالم بكفي. كثير حلوة، أنا وصلت اليوم من الأردن عشان أحضر المباراة، وإن شاء الله من رومانيا، وإن شاء الله الله يسلمك، إن شاء الله برجع على الدوري، نأخذ الدوري بربد هون. مرضي هاي أهدافه، شفت أهدافه المنتخب. رأيك بالمباراة الأولى الكابتن جمال محمود بكل صراحة؟ يعني هو ما يمسك، لا يملك عصا موسى، لكن هي المباراة الأولى متقدم إلى الآن على الوحدات، مطارد مباشر بهدف دون رد. شوف الجماهير كلها، كان الزمان ترشح قبل ما يجيب جوتا، كان ترشح جمال أبو عابد، جاء عفوا جمال محمود، يعني هو مطلب الجماهير قبل موته زمان. نعم كان جماهير اكثر شيء كان يرشحوا اسمه جمال محمود، وهذا صدى للمنتخب، يعني صار فيه قبال على الكره بحس المنتخب، فاليوم ناس جاي تشوف، احيانا جاي تشوف لعب، مش جاي بس تحضر النتيجه، انا بهمني اشوف لعب مش بس احضر النتيجه، من المهم الفوز للحسين طبعا. كثير منيح حتى لانه صلوا جمال محمود ما صلوش زمان معه. احنا مش طبعنا اللعب هذا، احنا طبعنا دائما هجومي، نتفاجئ اليوم مباراه جديده، هي اول مباراه لنا بعد التوقف، انه الرتم صاير دفاع، يعني هذا مش عوداش عليه نادي الحسين. مباراه قمه مع الوحدات معروف، ما اختلفنا، واحنا ما بنحطش عتب على فريقنا ولا على فريق الوحدات، التوقف له دور، تغيير المدرب له دور، طبعا مش سلبي ان شاء الله تعالى ايجابي، والرتم بيرتفع ان شاء الله، بس يعني جمهور وحميانين ومصدرين، وبدنا ان شاء الله تعالى نظل متقدمين. الأول يلا رسالة الله، الأول يلا رسالة الله، الأول يلا. الوحداتي محمود قصيرة، صالح يلعب الكرة العرضية، ياهو هدف
طبعا هدف بوغبا اشعل جماهير نادي الوحدات، بدنا نشوف رايهم بهذا التعادل. فوز الوحدات ان شاء الله 2-1 للوحدات ان شاء الله. هدف التعادل انعش الجماهير الوحداتيه اليوم. طبعا انعشنا كلنا انتعشنا، والثاني والفوز ان شاء الله، الفوز لنا ان شاء الله. هدفنا الوحدات. بإذن الله دوري وحداتي، وتعلم من الوحدات ولعب الوحدات وشوف كيف لعب الوحدات، وان شاء الله غير رايحته مرفوعه. شو نتغير باداء الوحدات شوط ثاني؟ من رغم الغيابات اللي عندنا والتعاقدات، مش زي التعاقدات مهينة، الحمد لله متعدين، وان شاء الله باذن الله تعالى الجول الثاني جاي. كان اول شيء يلعب فات على المباراه، يلعب مدافع، يلعب خلف الكره. الشوط الثاني صار يلعب هجوم، صار يلعب قدام بعد ما كل الجول. هذا الشيء مش جديد على نادي الوحدات. نادي الوحدات عادي لو تاخر بجول ما عندنا مشكله، الوحدات جاهزيه عاليه، اللاعبين جاهزيتهم عاليه، تمام. ممكن ارضيه الملعب ما ساعدت. احنا عتبنا كبير تبع مين؟ على الحكم اللي مش قد قدوه المباراه. ليش؟ قلنا ركلات جزاء، ركلات فرض ضربات جزاء، لمستين يد جوه تمام. هاي الخير هذا الخير، فرض ضربات جزاء تمام، لمستين يد جوه تمام، جوه منطقه الجزاء وما حسبهن. كله لمين؟ كله لمين؟ إلنا! كله إلنا! أداء مش حلو. ليش؟ والله اللعيبة ماتت اللعب. الشوط الثاني خرب اللعب، الشوط الاول لازم اللعب يكون احسن. انا شايف الوحدات الشوط الثاني احسن. بس يعني في شوطين ثاني خرب. امجد ابو طعيم مدرب كبير، وان شاء الله راح نعمل فيه اكثر، والوحدات افضل من الحسين باذن الله. اول مباراه بقودها مع الفريق، ومع فريق زي الوحدات، فريق جماهيري وكل شيء، الحمد لله ما شاء الله عليه. عندنا غياب أنس العوضات، بجوز فرق معانا في المباراة هاي. الوحدات طموحه دائما للدوري، وإن شاء الله دائما إحنا إلنا الدوري بإذن الله. الدوري للحسين ولا للوحدات ولا للفيصلي؟ بإذن الله للوحدات بإذن الله. بهدف بوغبا جميل بجنن، يعني أنا لسه بين الشوطين بحكي بوغبا إلو جول، والحمد لله زي ما حكيت زبطت الحمد لله، وهدف جميل جدا ما شاء الله، وإن شاء الله دورينا يكون أخضر يا رب. توقع شرارة وحداتي؟ هذا يعني بكون اجمل خبر هذا الموسم. انا بحب من المتابعين لشرارة، لاعب جدا رائع. وشرارة راح يكون مع الوحدات من يوم الاحد ان شاء الله باذن الله، وكله لنا. ها شو كله لنا. شرارة وحداتي ان شاء الله. وحداتي ان شاء الله. بصراحة احنا بحاجة لاعب زي شرارة، الوحدات بحاجة جناح سريع مع اصابات انس العوضات المتكررة، وبدنا جناح ثاني يغطي، وبدنا شرارة بيمتاز صراحة بالفينش، عنده فينش عالي. اكيد اللاعب عامر ابو جاموس جس يعني حطه في منتصف الملعب بدل شوكت، كان تبديل كثير ممتاز، مسك الوسط وركز. نتمنى التوفيق للوحدات ان شاء الله. طبعا الكابتن امجد الله يعطيه العافيه، ما شاء الله قرأ المباراه، وشفنا كيف بالشوط الثاني كان ادائهم اكثر من رائع. لكن الحمد لله حسب المعطيات، وأول مباراة للمدير الفني ما شاء الله يعني لمسته كثير واضحة على الفريق، والشباب إن شاء الله قدها، وإن شاء الله بيجيبوا 3 نقاط إن شاء الله. بما أنك أنت يعني جاي ومعني أبو عبد الله الفخوري، طيب شو رأيك بالجول اللي جاب عبد الله؟ والله صعب شوي،
صعب شوي. صعب 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 شوي. حلو الجول. كان هو مرضي ما شاء الله عنه. الجول بين ثلاث مدافعين يعني ما في مجال، المفروض كان في ضغط كامل، قدر الله ما شاء فعل. الجول حلو ملعوب ومرضي لعيب وبستاهل مرضي. وعن طريق قناتكم وبرنامجكم انا بوجه الدعوه للجميع، عرس عبد الله يوم الاحد القادم ان شاء الله، وانت والشاب الحلو اول مدعو. الف الف مبروك لنا شرف. الله يبارك فيك. الله يبارك في عمرك يا دوري بيربط بحكم. ما اعتقد الوحدات نت قوي كل اسمائه، باي ظرف الوحدات بكون الوحدات دائما نت قوي، نت قوي بجماهيره بادارته. الدوري بيربط ما جاوبتني ولا ما اعتقد؟ لا لا الدوري بعمان، وبعدين ما في لحيبه صراحه عند الوحدات. انس مصاب، روح الفريق مصاب صراحة. رأيك بتغييرات أمجد أبو طعيم مع أنه هاي المباراة الأولى يعني يقود فيها الفريق؟ والله بالنسبة لأول مرة يعني أنا راضي عن النتيجة والأداء ممتاز، ماسك النص، بس في عندي ملاحظات على الهجوم. ما في هجوم، ما في حدا يعني، ما في أسامي، مين في عندنا غير هنري وعلى الفاضي صراحة. ضرب الجزاء، تفضل تفضل، هاي ضرب الجزاء. حسين يستحق، لو فاز الحسين أفضل بكثير من الوحدة. جماهير الوحدات اللي خرجت اولا بما انه فريق اليوم الضيف على نادي الحسين اربد، واثر هذه الخساره في الثواني الاخيره. اولا مباراه حلوه ومبروك لنادي الحسين هذا الفوز. بجوز فتره التوقف كان اثرت على التناغم والتناسق الفريق، نتامل ان شاء الله بالمباريات الجايه يكون التنسيق والتالب بين اعضاء الفريق احسن، ومبروك للحسين. احنا نقول بالتوفيق لنادي الوحدات، ومش معقول يعني حكم ضربتين بحسب ضربتين جزاء بالوقت بدل ضائع، مش معقول يعني. هلا اهم شيء بنعلق على موضوع الحكام اللي عندنا، احنا فيش عندنا غير ادهم مخادمه حكم، ما عندنا الا ادهم مخادمه. احنا اليوم عانينا كمنتخب اردني من ظلم التحكيم الصيني، اليوم قاعدين نشوف ادهم مخادمه، الظلم ظلمات يا ادهم مخادمه. انا بوجه رسالتي الى اتحاد التحكيم، عندنا اليوم الحكام بدهم اعاده هيكله، اقسم بالله ما عندنا ولا حكم. لعيبه الوحدات ولعيبه الحسين لعبوا تمام، هذا فوتبول يعني. رايك بالنتيجه؟ تمام 100% 100% عادله؟ نعم عادله، بس اليوم النادي الوحدات منيح وسط، كان يدافع بشكل كبير. ضربه جزاء ثانيه ظلم، اعطى اول واحده ضيعها ورد اعطى ضربه ثلاث، اجى علينا اللاعب عبد الله ديار اعتذر. احنا جمهور الوحدات مكتوب علينا دائما زي هيك، دائما الاتحاد ضدنا، الانديه كلها ضدنا، نفسنا نفرح، ولا حكم زي علم والناس، ولا حكم. فوز مباغت للحسين اربد بالدقائق الاخيره. يعني ما فيش داعي المره الجايه نحضر المباراه. ليش؟ خلاص بيعطوها للحسين ونقول يا رب، اذا في حكم صيني احنا 400 حكم صيني. خادمي كفيت ووفيت، والله عمل اللي عليه وزياده، يخلف عليه. رايك باداء الوحدات؟ يخلف اداء الوحدات كويس، بس ما خادمي يخلف عليه. عمي اللي صار مسرحيه مسرحيه متفق عليها، سيناريو مرتب. شرحنا شو مسرحيه؟ ايش هذا اللعب اللي صار بالشوط الثاني؟ لعب ضربات الجزاء عادي طبيعي، هذا اللي صار. لعيبة الوحدات نفسهم، لعيبة الوحدات هيك بتلعب؟ عيب يا اتحاد، احترموا عقولنا يا زلمه، احترموا الجمهور الاردني كله، مش بس جمهور الوحدات، احترموا الجمهور الاردني. حرام يا عبد الله الفاخوري، حرام. الركنيه بتقدر تجيبها، واحنا اللي طلعناه وقاعد بالختم. شو مشكلته؟ مشكلته بيلعب بدون نفس، ما بيدافع عن المرمى. اللاعب بخطأ وبفوز مش هذا الخطأ، الخطأ بالشيخ الخطأ.
حسبي الله ونعم الوكيل بالحكم. الوحدات اعطى اللي عليه ولعبنا لعب بجنن، لكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. بدأت الآن جماهير الحسين إربد الفريق المنتصر اليوم على الوحدات بهدفين لهدف بالخروج الآن، بدنا نشوف رأيهم وصدى جمهورهم حول هذا الفوز. يعطيك العافية. رأيك بانتصار الحسين اليوم؟ والله هي مباراة كويسة بين الفريقين. الملكي شايفه كانت يعني صعبة آخر إشي. نتمنى الدوري إن شاء الله يكون أصفر ويظل بإربد بإذن الله. الدوري بإربد؟ إن شاء الله إن شاء الله. شمل الكاس، انتهى الموضوع. هذا هدف تشميل الكاس لإربد بإذن الله. دوري شمل للحسين. دوري الفلاحين هذا اسمه 2024، دوري أولاد الفلاحين. إن شاء الله اليوم ليلة القبض على الدوري. ألف ألف مبروك للحسين، يعني أداء يعني مقبول نوعا ما رغم أنه أرضية الملعب المشوعة بالمياه. ما تشوف بدري لدوري بربد نحكم انه دوري بربد؟ دوري بربد باذن الله بالشمال، باذن الله باداء النشامه وباداء الشباب، باذن الله الدوري هون بربد السنه هاي. جمال محمود يعطيه العافيه، بس بالغ بالدفاع والوحدات مش بيومه. مبسوط اليوم بالفوز؟ شو كان شعورك بالهدف الثاني؟ شعور لا يوصف. اولا الحمد لله رب العالمين، فزنا بشق الانفس، فوز انا بعتبره فوز 6 نقاط، فوز الدوري الله والحسين زي ما قال الشباب هون. بس بالنسبة للجمهور، جمهور رائع، جمهور الحسين بفتخر فيه، بفتخر اني انا ابن نادي الحسين، بفتخر اني انا مشجع لنادي الحسين. كبير الحسين، كبير من يوم الحسين. الف الف مبروك للحسين. الدوري شمل. الف مبروك للملكي، مستحق الفوز. لعبنا اليوم وقدمنا، بس الهدف اللي جبناه هو أثر على اللعب شوي. ايش كان مميز اليوم نادي الحسين؟ الروح الرياضية، الجماهير، معنوية نار فوق نار. الحسين الحمد لله فزنا 2-1، إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية نشوف منتخب الحسين بأفضل حال بإذن الله. جمال محمود اليوم أول مباراة يحقق فوز مهم على نادي الحسين. ما شاء الله، مباراة يعني أقول لك ما شاء الله تبارك الرحمن، إشي مرتب جد. صدارة حسنية، صدارة حسنية، صدارة حسنية. اليوم من خلال هذه المواجهة شاهدنا كل شيء، توتر وحزن وفرح وسعادة لكلا جماهير الفريقين. الحسين حقق المراد بفوزه على الوحدات بهدفين لواحد لينفرد ويبتعد بالصدارة ب31 نقطة، فيما تجمد رصيد الوحدات الثاني عند 23 نقطة. إلى اللقاء في مباراة أخرى وموعد